معكم يا اخواني اخواتي، مرحبا بكم معايا اليوم في واحد الوصفه. كيف كتشوفوا اليوم غنديروا قراشل بلديين، وكيجيو صراحه مخيرين بزاف. كيف كتشوفوا ما فيش شي، مقطنين رطبين، كيبقاو رطبين مده طويله، ما فيهم لا زبده لا حليب لا بيض. وهادو قراشل معجنين بالماء وماء الزهر، ان شاء الله يعجبوكم. تبعوا معايا المقادير والطريقه للنهايه، ان شاء الله يرقوكم. مرحبا بكم معايا. السلام عليكم، بداو على بركة الله. المقادير ديال القراشل ديالنا، كنحتاجو كمية ديال الدقيق اللي عندنا على حسب الخليط. عندي هنايا 6 الكيسان ديال الدقيق مغربل، الكيسان ديال العنبة. منين خلط نشوفو شحال خدنا هاد الخليط. كنحتاجو كاس الا ربع ديال السكر سنيدة، كاس الا ربع ديال الزيت نباتية، جوج معالق ديال الزجلان، معلقة النافع، معلقة الخميرة ديال الخبز كبيرة معجونة، ملعقه صغيره الملح، ملعقه صغيره عامره ديال روح الفاني، وكنحتاجو كاس ديال ماء الزهر، قياس العنبه، وكنحتاجو 3 الكيسان ديال الماء الدافئ، قياس تقريبا نصف لتر ديال الماء، 3 الكيسان عامرين مزيان ديال الماء الدافئ. هادو المقادير اللي غنحتاجو. نبداو على بركه الله الطريقه. نخويو كمية ديال الماء اللي عندنا، 3 كيسان ديال الماء الدافئ، كاس الا ربع ديال الزيت النباتية، كاس الا ربع ديال السكر سنيدة، ملعقة كبيرة ديال الخميرة ديال العجين، روح الفاني أولا جوج أكياس من سكر فانيلا، ملح، سمسم والنفع، زجلان والنفع. نضيف كأس من ماء الزهر، نخلط هاد العناصر كاملة. نستعملو في هاد القراشل غير هاد الضراب اليدوي، نخلطو مزيان حتى يذوب لينا الخميرة. راه ساهل بزاف، مكيحتاج لا دليك لا حتى شي حاجة، كيجيب بسرعة. بعد ما خلطنا هاد العناصر كاملة، كتشوفو الخميرة ذابت والسكر كذلك مع الماء دا كيدوب، غنضيفو الدقيق شوية بشوية. كنبقاو نضيفو الدقيق ونخلطو حتى نحصلو على واحد النتيجة د العجين رطب ما يكونش قاصح. بعد ما كملت داك كمية الدقيق اللي عندي، كيف كتشوفو العجينة هاهي، أنا اختصرت عليكم المراحل، هاهي واجدة دابا العجينة عندي، خاصها تكون بهاد الشكل هكا، حيت غنخليوها تخمر واحد شويه غادي تتماسك. من الكميه اللي خدات لي ديال الدقيق 6 الكيسان ديال العنبه، نيشان 6 الكيسان عامرين. دابا نغطيوها بواحد بابي سيلوفان وخلوها تتخمر ونرجعوا مع بعضياتنا ان شاء الله. نديرها فشي زلافه تكون باش تخمر مزيان وتكون مغطيه بشي منديل اخر ان شاء الله. نتلاقاو من بعد. كيف كتشوفوا اخواني اخواتي، العجينه هي خمرت، دابا نحيدو لهاد البلاستيك الغذائي مزيان، كدهنوها بزيت ما كيلصقش هاد البلاستيك في العجينه. دابا ندوزو باش نكوروها، نزلو هاد العجينه كامله، ندهنو يدي بزيت ونزلها. كيف كتشوفو كنزلو الخميره د هاد العجينه، كنخدم واحد النغمات ديال واحد الكمال. صح
صافي غنحيدو ندير لك واحد الطبسيل نبقى نخدم على خاطري. كيف كتشوفوا العجينه هي مدخوفه بزاف، هاي كيف كتشوفوا باش كيخرجوا قراش المهوي. دابا غادي نبقاو نخرجوا منهم كويرات، كويره صغيره على قد القياس اللي بغيتو نتوما، على قد كناخذوا العجينه وكنخرجوا منها كويرات هكذا بحال اللي كنعدلو كويرات المسمن وكنحطوهم. كنبقاو بهذا الشكل هذا حتى كنعمروا اللاطه ديالنا. دائما دهنوا يداكم بالزيت باش تخرج لكم هذه الكويره مقاده. ها هما الكويرات ديال القراش الواجدين، راهما خامرين مزيان، غندهنوهم بالصفار البيض مع قطرات من الخل وندخلو من الفران يكون ساخن مزيان. هانتوما معايا حتى لاخر مرحلة. كيف كتشوفو انا كندهن لهم وجههم بالصفار البيض في قطرات من الخل باش ما يجيش البيض زفر، كيحيدو داك صفار البيض. صافي ما كتخليوش يخمروا مرة اخرى، غير هاد الفترة اللي كندهنو البيض راه كيزيد يخمر هاد القراشل. صافي هما مدهونين، غنرش عليهم شوية ديال الزنجلان، الزنجلان ملي كيتحمر في الفران هاد الزنجلان كيعطي واحد النكهة زوينة بزاف. صافي غنكمل هاد اللاطة هادي وندوز اللاطة الأخرى وندخلهم الفران مباشرة. عندي الفران ساخن غندخلها دابا هادي، كتشوفو الفران عندي ساخن كندخلو حتى كتحمر مزيان من فوق ومن تحت، وان شاء الله نتلاقاو في طبق التقديم. هاو اخواني المشاهدين كيف كتشوفوا القراشل ديالنا هما واجدين، شوف كي دايرين بحال القطن كتبرك عليها كطلع كيجيو مفشفشين زوينين بزاف. ها شوفوا نتمنى انهم يروقوكم وتجربوهم حتى نتوما، هاكي خارج كمية لا بأس بها. مرحبا بكم دائما معايا في قناتي الحادقة الشمالية، شكرا لكم المتابعة ديالكم.